نحن الآن في نقف في مشفى معرة النعمان المركزي، هذا المشفى الذي تعرض إلى هجمة بربرية من قبل الطيران الروسي المجرم. طبعا هذا المشفى يخدم ما لا يقل يعني عن 60,000 مريض شهريا. طبعا يقدم أيضا من العمليات النوعية يوميا بمعدل وسطي بحدود 25 عملية كبرى إلى صغرى. طبعا المشفى يخدم منطقة معرة النعمان بشكل كامل. المشفى يعتبر من أكبر المشافي في المحرر. مشفى يخدم منطقة كبيرة من حماة إلى حلب. حاليا المشفى خارج عن الخدمة بسبب هذا الهجمة البربرية. المشفى يعني أيضا فيه 42 طبيب، فيه 250 عنصر تمريض، فيه حدود 30 عنصر خدمي، إضافة إلى منظومة الإسعاف، إضافة إلى الحرس. كل هذا الآن خارج عن الخدمة. المشفى توقف كاملا كاملا كاملا، وحاليا لا توجد أي مشفى يقدم هذه المنطقة نهائيا.